أنها كانت تريد هذه العائلة أن تسخرها، أن تسخر نفسها للعائلة. ثاني حاجة أن تريد العطف، عطف العائلة عليها اللي هو محبتها، ولكن الله أراد أن تكتشف هذه الخبيثة وأن تبطل بإذن الله هذه الأسحار، وضعناها في الماء حتى بإذن الله تبطل، ونسأل الله السلامة والعافية. نصيحتي لكم يا إخوان بارك الله فيكم أن تفتشوا خدمكم وسائقينكم الثقة الزائدة، ما تنفع مع الخدم أيا كانت ديانته وأيا كانت معاملته لكم، فانتبهوا وأحرصوا. حفظنا الله وإياكم من سحر كل ساحر خبيث اللعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم الراقي أبو نايف العقالة منطقة الشرقية الظهران، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شوفوا شوفوا يا أخواتي الأغبياء، شوفوا شامبو كيف سارقة، شوفوا كيف سارقة، هاي خلاق أمي، شوفوا شو مسوية، محطية هاف داخل، شوفوا شوفوا بالدبوس داخل الهاف، شوفوا 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 داخل الهاف خابكتنة، شوفوا شو محطية داخل الخبقة، شوفوا 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 ها شوفوا شو داخلها، داخلها ذهبي سويراتي، ها سويراتي اللي أنا شارية من عند السعوديين، الكل ب1500 كل سويرة. شوفوا زين شوفوا زين، شوفوا الطريقة، شوفوا الطريقة السحرية اللي حتى إبليس ما يعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشنطة اللي شغلتنا اللي سافرت قبل كم يوم، فيها كنز، هذه كنز طبعا، بدلنا شنطها قبل ما تروح فكانت تبكي على الشنطة هذه بالذات، وحنا بدلناها مو من يعني بدلناها لأن فقدنا فلوس كثير فشكينا فيها. طبعا كانت تحط فلوس هنا في الشنطة، شوف افتح يعني ممكن ما يكون واضح بس هنا شق هذه، وين المدخل؟ هذا المدخل اللي كانت تحط منها الفلوس. شوفوا الفلوس هذه كم؟ ايش ريال؟ باقي هنا ظهر باقي خلاص باقي 500 طيب عموما هذه كانت تحط في الشنطة، طبعا اللي طلعناه من الشنطة هذه 2000 ريال، وهذه هنا 500 ريال، وهنا 100 يعني تقريبا فوق 2600 ريال، هذا كله طالع من الشنطة كانت تحطها بنفس الطريقة. طلع شوف ريال بس. يا جماعة احذروا هالاندونيسيات، اقسم بالله العلي العظيم هاي الفلوس الاثيوبية، اقسم بالله هاي الفلوس كلها فلوسي، لقيتهم خاشتهم تكرمون بسروالها وديتها على نياتي، شوفوا شلون هاي الفلوس تقريبا 1500 دينار، والله العظيم على ما اقول شهيد، ونيتي معاها بيضة، لكن شوفوا شلون طلعت فلوسي عندها، حسبنا الله ونعم الوكيل. ديروا بالكم يا جماعة وخذوا الحذر من هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني أنا عندي شغالة سريلانكية، وعندها يعني يوم أشوفها في صلاتها ما شاء الله تبارك الله، ومعاملتها الأطفال يعني بشكل يمكن مثل الأم، ما أقول زيادة نقول مثل الأم، صار خلاف بيننا وقلنا خلاص بنسفرها، نقول بنتها تبي تتزوج او شيء، المهم شكينا في الاغراض، قلنا
أخذت زوجتي أغراضها وفتشتها وحصلت أول شيء في الحنة حصلت لفات وما ندري وش هذه، فكيتها قلنا سبحان الله أما سحر أما شيء، أما حصلنا فلوس 500 وفيات 100 دائما نفقدها، وبعد من إيش تكون هي عندنا يعني؟ شوفها لفات صغيرة هنا بالفازلين كيس داخل الكيس قطع شوي وحصلت الذهب، فاقدينه فاقدت زوجتي. في الشامبو علبة لبن حاطة فيها شامبو، الشامبو ذا حاطة فيه ذهب بعد فاقدت زوجتي قطع ذهب. يعني شوف وين وصلت، تكفون تكفون لا تأمنوا، مهما كان الشغالة عندها أمانة وعندها ذمة. فتشوا شغالاتكم وانتبهوا لعيالكم وركبوا كاميرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكينا انه في شيء هنا، هذه شغالة حقت ام زوجي، شكينا انه في شيء. يا ولد يا ولد شوف ايش لقينا، فلوس ده. هذه حقت البطارية حقت الجوال، يعني في جوال اللي مصروف اللي ما احنا لاقيينه.